نكمل مع حضراتكم. خلينا نروح لمحمد صلاح. وكالمعتاد حقق محمد صلاح نجم ليفربول رقم مميز بعد ما صنع هدف حاسم امام وولفرهامبتون. ده كان اللقاء اللي انتهى بانتصار كان صعب، لان المباراه كانت صعبه بصراحه، وكمان الفوز حصل في اللحظات الاخيره، فاز فيها ليفربول بهدف وحيد على وولفرهامبتون في الثواني كمان الاخيره من اللقاء اللي احرزه ديفوك من صناعه محمد صلاح نجم طبعا الفريق. وبصناعه الهدف ده بنتكلم كده المساهمه رقم 150 لمحمد صلاح بالبريمير ليج في 160 مباراه، لسجل 108 وصنع 42 هدف، وبيتصدر صلاح هنا الجدول ترتيب الهدافين برصيد 13 هدف، وهو ايضا اعلى من صنع يعني اهداف بالبريمير ليج هذا الموسم، بنتكلم برصيد 9 اهداف، فحاجه يعني محترمه جدا من صلاح ومتوقعه في نفس الوقت.